هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. لقاء في أيتورير. في أيتورير اعتاد نيكولا لوغارديان وزوجته ميشيل على التوقف كلما كان في طريقهما إلى ورزازات أو حين يعودان من جولتهما السنوية في الجنوب المغربي الجميل. كان الزوجان اللذان تجاوزا 50 منذ سنوات قد تعلما كلمات من العربية وبضع عبارات بالأمازيغية، وكان يوظفان من تلك الكلمات كلما أرادا إلى تقريب المسافة بينهما ومخاطبيهما من سكان المناطق التي يعبرانها. مع مرور الوقت صار وجهين مألوفين في جل المحطات التي يتوقفان بها، ومنها أيتورير. يقصد نيكولا وزوجته المقهى ذاته منذ عدة سنوات، يستمتعان بالشاي بالنعناع وبالرغايف والحلويات التقليدية التي يقدمها المقهى. وقد تعودا قبل أن يغادر أيتورير على أن يتزود بتلك الحلويات الشعبية البسيطة التي تصنع من الدقيق والبيض والزيت وتعطى شكلا مستطيلا أو شكل دوائر. في أيتورير يجيدون صناعة ذلك البسكويت، كذلك كان يردد نيكولا حين يأتي على ذكره، أحيانا يضيف لأن أفرانهم توقد بالخشب. في شتنبر من العام 2006 في العاشر منها، كان نيكولا وميشيل لوغارديان في طريقهما إلى مراكش عائدين من رحلة جديدة إلى الجنوب، وكما دأب على ذلك توقف بأيتورير. صباح ذلك اليوم صادف في ذلك المقهى فرنسيا شابا قال إن اسمه جون برنار مارتيني. لم يكن نيكولا ولا ميشيل قد انتبه إلى وجوده في المقهى، أبلغهم بذلك حمان النادل. قال لنيكولا بفرنسية تقريبية يمازحه: معنا ابن عم لك. قالها ثم ضحك، ولكن نيكولا أراد التعرف على ابن العم ذاك الذي لم يكن يعرفه. نهض من مكانه ورافق النادل إلى حيث كان يجلس الفرنسي الشاب. كان في 30 وقد علم منه أنه عائد من جولة قادته إلى السنغال وغامبيا وموريتانيا والأقاليم الجنوبية للمغرب، وأنه يريد العودة إلى فرنسا، إلى ميدز مدينته. سكت الرجل الشاب عن ظروفه المادية، ولعل سكوته ذاك ما جعل نيكولا يفهم أنه ربما لا يملك ما يكفي من مال لإتمام سفره إلى فرنسا. دعاه إلى طاولته وعرفه على ميشيل، وفي أثناء الحديث حتى لا يحرجه عرض عليه أن يكون رفيقهما في سفر العودة إلى فرنسا. كان قد علم من نيكولا أنه يسكن توخ، وأنه عمل بها سنوات طوالا في قطاع السياحة. قال الشاب إنه أنهى منذ عامين دراسته بحصوله على ماستر في الفيزياء. سريعا غير نيكولا الحديث. بعد أن تناول الثلاثة فطورهم انطلقوا إلى مراكش. نيكولا وزوجته يريدان وداع أصدقاء لهما يسكنون في المدينة العتيقة. قال جون برنار إنه سيقوم بجولة عبر أهم معالم المدينة على أن يلتقيهما بعد أن يفرغ من زيارة أصدقائهما. ركن نيكولا رباعية الدفع البيضاء في موقف للسيارات، وتواعدوا على اللقاء في مدخل ساحة جامع الفنا في 4 عصرا. رآهما جون يدلفان في اتجاه الصومعة. سيعلم بعد حين لما يفتح دليله السياحي أنها صومعة الكتبية. في ساحة جامع الفنا ضحى ذلك اليوم لم تكن الحركة رائجة. تجول عبر ما تعرضه بضع محلات من منتوجات الصناعة التقليدية. لما انتصف النهار مضى إلى مطعم شعبي. عصرا قبيل موعده مع نيكولا وميشيل
كانت ساحة جامع الفنا قد بدأت تستقطب الزوار. استطاع جون برنار مارتيني أن يراقب كيف تتكون الحلقات، حيث ترقص الثعابين على إيقاع المزامير، وحيث الحكايات التي تأتيك بأنباء الغابرين والصالحين والعاديين من الناس، وتتيح للمتأمل استخلاص عبرة أو فسحة للمرح واقتطاع زمن من وقته للتحليق بعيدا في عوالم الخيال. لعل جون برنار الذي لم يسبق له أن زار مراكش حلم بالبقاء مدة أطول في المدينة الحمراء. عندما رفع آذان العصر من صومعة الكتبية، كان الفرنسي الشاب في مدخل جامع الفنا ينتظر. كانت الساعة تقترب من الرابعة. شدت نظره العربات التي تجرها الخيول، وأيضا بائع الماء الجراب. أسر الشاب في نفسه عزما على العودة إلى مراكش ذات يوم، يرجو أن يكون قريبا. ثم ظهر نيكولا وميشيل، كانا منشرحين، أمضيا وقتا ممتعا مع أصدقائهما. انطلق الثلاثة بينما كانت الشمس تمضي إلى مغيبها. يفضل نيكولا الطرق الوطنية والطرق الثانوية. حكى لجون برنار عن رحلاته المتكررة إلى المغرب حيث يمضي شهرين كل عام. حكى له عن الأماكن وعن الناس، وقد استفز ذلك رغبة لدى جون ليحكي هو الآخر عن رحلته إلى السنغال. يهم نيكولا وميشيل أن يسمع عن السنغال، فقد تغريهم الحكاية بمغامرة قادمة. تحدث جون برنار عن مقامه في سان لوي، قال إنه أمضى هناك 3 أسابيع، قالها وهو يبتسم. أضاف: كان بنوان مضيافا كريما. بدا نيكولا وكأنه يتساءل عمن يكون بنوان، وسرعان ما انتبه جون برنار إلى ذلك فبادر مستدركا: اعذراني، بنوان كسار صديق تعرفت عليه منذ سنوات في فرنسا. هو رجل أعمال ناجح، يعمل في تجارة المنتوجات الجلدية، وقد استقر في سان لوي منذ 3 سنوات، يسكن شارع ماكو دوندياي. بالنسبة لنيكولا، كان اسم كساغ يذكره بقضية كان شاهدا فيها قبل 10 سنوات، ربما قبل 10 سنوات، ولذلك ترك لضيفه جون برنار فرصة التوسع في الحديث عن مقامه هناك في سان لوي في ضيافة مسيو بنوا كساغ. لا يستبعد نيكولا أن يكون الأمر مجرد تشابه في الاسم، وإن كان يميل إلى أن الشخص الذي يتحدث عنه جون برنار هو الشخص نفسه الذي يستحضره في ذهنه. أبحر الثلاثة من ميناء طنجة، عرض جون برنار على نيكولا أكثر من مرة أن يساعده في قيادة سيارته، ولكنه كان يفضل أن يترك المقود من حين إلى آخر لزوجته ميشيل. توقف المسافرون الثلاثة في بلدة بارلا، كانوا على باب مدريد وقد حل المساء. قال جون برنار إنه سيتصل بصديق له في مدريد، وإنه سيمضي معه 4 أيام إن كان حاضرا. قال إنه إسباني يعمل في أحد المصارف. مضى يبحث عن مخدع هاتفي. في غيابه أفضى نيكولا لزوجته بأنه يظن أن هذا الشاب الذي اصطحباه من أي تورير يخفي سرا ما، وإن صاحبه ذاك الذي يسكن سان لوي لص خطير كان مبحوثا عنه. تعلم ميشيل أن زوجها ما زال يتعاون مع المصالح الأمنية الفرنسية حتى بعد تقاعده. عاد جون برنار مارتيني، قال إن صديقه الإسباني موجود في مدريد وإنه سيلتقيه غدا. قصد الثلاثة إلى مطعم قريب من النزل الذي آووا إليه. كانت حقيبة جون برنار في السيارة. تذرع نيكولا بأنه نسي حافظة نقوده، وقال لجون برنار وميشيل إنه سيلحق بهما في المطعم. في حقيبة الظهر التي تركها الشاب في السيارة، اكتشف نيكولا مذكرة صغيرة. قلب 4 صفحات منها، كانت بها عناوين وأرقام هواتف وأسماء مرتبة ترتيبا أبجديا. كان يهم نيكولا أن يحصل على عنوان ورقم هاتف بنوا كساغ، ذاك الذي يظن أنه مبحوث عنه في قضية نصب راح ضحيتها رجل أعمال في ميدز. وقع على اسمه سريعا، نسخ عنوانه ورقمين هاتفيين كانا مسجلين بجانب الاسم، ثم التحق بالمطعم.
في الصباح ودع نيكولا وزوجته جون برنار مارتيني في مكان قريب من وسط مدريد بعد أن ترك لهما رقم هاتفه وعنوانه في ميدز، شكرهما ومضى. ما أن عاد نيكولا إلى توخ حتى اتصل بمخاطبه في المصالح الأمنية، سأل عن قضية بنوا كساخ، علم أن الملف ما زال مفتوحا وأن الجديد فيه أن هذا الشخص المبحوث عنه عثر عليه ميتا في منزل كان يسكنه في سان لوي بالسنغال. أوضح مخاطب نيكولا أن ذلك حدث قبل 20 يوما. كانت ميشيل قد أعدت القهوة ووضعت في صحن بضع قطع من ذلك البسكويت الذي اشترياه في أيتورير. جلس نيكولا إلى المائدة، قال لميشيل: أظن أننا اصطحبنا معنا ثعبانا. فاجأها ما قاله، أضاف: أقصد ذاك الذي سافر برفقتنا جون برنار مارتيني، أظنه قتل بنوا كساخ وتعمد مغادرة السنغال برا. وهل قتل كساخ؟ سألت ميشيل. قبل 20 يوما. حين أفكر أظن أنها الفترة التي مرت قبل لقائنا بجون برنار في أيتورير. في الغد سلم نيكولا المصالح الأمنية الرقم الهاتفي لجون برنار مارتيني وعنوان سكنه في ميدز. استمرت ملاحقته 3 سنوات. في العام 2009 أمسك به في برشلونة وكان برفقة أحد رجلي الأعمال اللذين نصب عليهما بنوا كساخ وخسر 4 ملايين من اليوروهات في صفقة وهمية لاستيراد الجلود الطبيعية من إفريقيا. أفضى التحقيق إلى أن جون برنار مارتيني قتل كساخ لحساب رجل الأعمال الذي ضبط برفقته، خنقه حتى الموت واختفى من سان لوي. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.